ما نجم فيه غاد يروح غير لنا الغرقي واه انه يروح حارت الشرق وكان راه ما نخدم شاعر زيد شويه غير كي حسن السيره ولا تكون شي غالي عمار واه روح نهارين في خبر المقدم انا فوقش ما عندي فاش هذا مني واه واه بدون سبب بين سبب زيد لاقاش ما تخرجش ما يمكنش ما يمكنش المجتمع خدمه زيد غير الخدمه علاش علاش ما تكتبوها دير تخافي ضوار خدمتي واش بقات تخرجش ما يتعني تخرجش ماشي ما يتعني زيد صافي ناخذوكم في الديوان تاع الله يستر سيدنا الله يستر سيدنا الاخوه اللهم ان هذا منكر ما رديتش الملك من غير محمد السادس قالوا نذبوا منايا ما رديتش احد يحكم لهذه المغرب من غير الملك النفس هو تجيبوا الديمقراطيه ذا اقل سواسيه امام القانون سواسيه امام الديمقراطيه ما نذبوا الديمقراطيه ما نذبوا القبر بلا غفله ما القيمه سكرت نهار الدوك الشادي قالوا الدوان كحا شهادة القيد سيور سيور انت هارقين قتلتنا القيد قاعد عند الكوري ما رد شايك من رفش لها قديم غاري وشي وحنت الشان وحنت السيد عام وحنت وان وانا خشي نقول حكيد مغار وحن يا عياد وحنت الشكاية وحنت وان الله وين ينخشب لحنش مانا إني ينغم يخطو السيد من الوقت الثاني وانا يتتاريش من كوري خدم وضيت وشي يبدأ كارم الحارة دي وشي أنا مثل واحد ديني يستش مي هو اللهم إن هذا ملكا من يجد قيبني ماشي هنا في القيادة جتنا جديد لفرد أنا ما عنديش أخبار على من لحق دابا جي واش تفضلوا دابا ولا حاوا جاو دابا أعوان السلطة شنو باش تضرب معاهم ما كنا حنا يوجد حاجة مع الدنيا دايما بالله ما كاين خايف ولا ما كاينش المهم هذا النهار قال لك اسيدي وقع شي مشكل في القيادة دابا ما كنا من هنا كنا أنا مش كنتساءل غير من هذا اش الشيخ ويتعاون في الشعب يتعاون تاع نجاح الناس يختجوا وثرقي ويعاون في ماشي القيم القدام هو في القيم سيول ولا الشعب قال لي سمعقول الديمقراطية دا محمد السادس يحكمك دا عرض المالي الحكومة تكون معرض الدستور يلا راح الله والممثل السلطة يتقسى منه يلو حاسين تزيب السلطة الشيخ الشيخ ما يمكن يروح هنا ما يمكن يروح كيف يمكن و
هذا الشيخ النون سلسل مكيف أمبارا ينهى تسكي مدى رومينو مش عالي بحث عطاقه واحد من تودو قبل الناس كان صار نهار غادي في الشهر اللهم ان هذا منكر خلاص هذا الشيء اللي عليك الايام سجل عندنا علاش سجل عليك علاش ضربها والحق المواطن يعني الشهاده باللي راه سجل في اللائحه الانتخابيه ما عندك حق لا خايف ولا تفيق ولا حتى شي واحد من حق اي مواطن هذا الشيء راه قادم الخوف من الله الخوف من الله للمعقول قل الحق ولو كان مرة من الحق ولو في أبيك اختاري أول الشيء تلقوني تلقوني فكي لو حكي إفادة ما يمي ديرو حكي سيرة نعم ما Thank you.
جيت عند اليوم نجرى عليهم البارح جيتي ما قاش جيتي انا جيت مع العشاء المهم انا كنت غادي نمشي الصباح مشيت انا للعمل باش نجيب ايوا ثلاثه ديال السوايع كان عندي جاي ما نقدمش لها تواش كريم تحضر لها وقت هذا كان حاضر نكمل وهذا باش تفهموا الصوره اللي كاينه كاين سوء تفاهم مع خوتي ومع المقدم انا شديت المقدم وسقسوهم سميتو وراني حاضر يكون قاعد راني حاضر هاي اللي وقعت الدنيا في عين المواطنة مشات انا ما كنتش بان لا كنتش بان لا لا هذا نحن لما جاء هو من لما جاء هو كيعطينا زيارة في كلاس ميتو زعما هذه ما لا لا ديال ان هذا الشيء نتخذوه كشكل هذا الشيء الاشكال اللي حكيت لا ماشي عارف ما مرضيش انا خذ ديال الحق ديالك انا اللي ناخذه لك فهمتي انا خذيته لك وانا درت خدمتي هذا الشيء اللي زدتي هنا غير وحنا خصنا نرفعوا الشيء كامل هذا الشيء وتشد معنا ودير لينا التقرير شد معنا درت الخدمه ديالي وخص تشد معنا انا كنت وقول احكي لحكي غادي يدخلوك كشهيد تما اللي هو علاش قلت انت حاضر هو بلاد ديمقراطيه ولا لا وسعه الكذب الديمقراطيه شد معاك الديمقراطيه فوزية انا خديتها ديالي قبل ما تجي انتيا ولكن خدت الحق ماشي ديالي وانت وحاضر القانون المسائل ماشي مساله سياسيه كان وقع المشكل هذا سوء تفاهم مساله سياسيه باش نديرو فيها هذا الاشكال لا كان بغا يدير ولكن علاش غادي تتفاهم انا خديت لها الحق ديالها وزايد واحد الحق ديالها شو هذا الحق ديالها شوف انا ما قاشيت التسيوت لا غادي نجيو نشوفو دابا حنا رجينا كنشوفو انا جيت عندكم ما تخلاش تعرف حنا بغينا قضيه الشباب بحال هاد بحال هاد النوع هذا فزياره ماشي ديمقراطيه فزياره ماشي كنعدها غير وحده من هي اللي كنعدها مثلا في الاخ ديالي انا راه كنعرف الوالده ديالها سميتو راه بحال العائله ديالي شحال باش حطينا كنتو لا فاش نحط اي فرد هنا نعرف بلي انا كنعدو انا من الاسره ديالي ماشي راه انا ما كنتش هنا بطريقه زعما راه شنو هو اللي قال لك اللي غادي تحطينا باش من هنا الفوق هاد الناس اللي خدامين معاك في الطريق يحترموا المواطنين وما يبقوش كيديروا دي ورا عيني ورا باش تقول لك الدستور عطاني كارونتي ما حتىش مواطن يقدر يدخل لك العيون وعلاش ورا عيني بالضبط هذا مجلس اليوم المشكل ديالو استاذ راني حلت ودرت التقرير ديالي المسائل وهذا والمسائل راه راس السيد العام ولكن كان الشيخ معنا كان دخل علينا الباب خرجوا برا كيقولوا الشيخ خليهم يجلسوا علاش يخرجوا برا ها خرجوا عليا برا شي طاري ها كان كوري ها كيقولوا خرجوا صحابكم كوري انا راه درت الخدمه ديالي لا انت درت الخدمه ديالي يعني ماشي هذه اول مره غتعرفيني فيها لا انت الله يعمرها احنا علاش جينا هنا غير باش تعرف هذه المواطنه بالله هذاك الحق ديالها لا هذا الشيء بلا ما تجي تحليش انا قلت لها وين عندي لا انا ولكن 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 هذا اللي انت تمشي تقولي عليه ايوا من هنا فوقاش من هنا فوقاش واسمح لي من فوقاش اش غادي انا نجبدك ايوا حنا غنعسو هنا حتى يكون اول وحده نعسو هنا انا غنعسوك على الخدمه ها كاين غير محمد السادس اللي كيحكم في المغرب
وغادي الديمقراطية جديدة رئيس الحكومة. Yes.
متأكد لا لا خاف من خير الوعد ذلك شر وعد الخير كل ولد لا لا انا راه تكلفت السيد القائد سمحت له راه وجه السيد القائد هو اللي غيتكلف كل شيء شكرا سمحوا لي كل شيء شكرا بزاف الله ينصر سيدنا شكرا سيدنا.